كل الكونسبت اللي عملناه وكل الفيجن كانت لهيدي الكولكشن. اذا بدك جاي من ورا الرجال اللي بيتعب شغله الصبور اللي كتير هيك شارب، حطينا الالوان مع الكات تنطلع بهالنتيجه هيدي. الالوان اللي استعملناها بهالكولكشن اكتريتها دارك، كمان مثل نفس الشيء يعني بتدل على الشخصيه، بتدل على الكات اللي احنا او كيف رايحين ل 2013. عم نستعمل فابريك اللي هو كان بالستينات والسبعينات مثل التويد، مثل الكشمير والول مخلوط مع بعضه، بتحس انه الدرجات فايتين ببعضها. عم بتشوف كمان الشيب تبع البدل كتير شارب، كتير على القد، جاكيتات قصيره شوي، الكم الجاكيت شوي صار قصير تبين منه الكم القميص، الريفير تبع البدل اللي عم نشوفك شوي عريضه، يعني شوي عم نرجع نطلع من التلات زرار والزرين الكلاسيك. فوتوشوت نمر سعادة كان كتير مهضوم اليوم، في كم قطعة فريما حبيتهم كتير، بيعطوا شياكة بذات الوقت للجن بيقدروا يلبسون. عنده الألوان اللي أنا كتير بموت فيها اللي هي أبيض والأسود والجري، أنا كتير بحب الجري. هاي الألوان اللي شفتها هلأ وهاي الألوان اللي بلاقي حالي كمان مكمل فيها، بس أنا بلعب بالتوناليتي. الكولكشن تبع نمر، يعني انا القطع اللي شفتها والبيسز اللي شفتها قريب كتير على ستيل الاوروبي، خاصه بالمانتو وبالسكارفز، هو اللي حبيتهم كتير. يعني حسيت خاصه على المودلز في بيعطوا نوع من الرخامه، وبذات الوقت بيعطوا نوع من الحيويه. يعني نمر ديزاينز تبعه معروفين عالميا، يعني كثير بحب الديزاينز تبعه، كثير بحب الترند اللي بيعملها. اتس انترناشونال، ما كثير بيعطيك التيبكال لوكال او تيبكال اريبيان، تيكس يو اوتسايد، تيكس يو تو سي ذا فاشن، ذا ترند.